رسائل اطمئنان تتلقاها حكومة السودان بانفراج أزمة الدولار، تطور قد يؤدي إلى ارتياح شعبي من موجة غلاء الأسعار التي تشهدها السوق العراقية على الأصعدة كافة، لا سيما المواد الغذائية التي ارتفع سعرها بسبب انخفاض قيمة الدينار العراقي. رسائل الاطمئنان جاءت عبر السفيرة الأمريكية في العراق إلينا رومانسكي، تابعها تلويح بوجود فرص استثمار ذهبية عبر مبعوثة الأمم المتحدة جانين بلاسخارت، سيدتان تعتبرهما أطراف داخل الإطار بأنهما شيطان بهيئة امرأة. فهل ستثير رسائل الاطمئنان غضب الفصائل أم أن هنالك هدنة غير معلنة واتفاق من تحت الطاولة على تحويل المعركة إلى خارج حدود العراق؟ مرحبا بكم.